بالنسبة للملفات الكبرى، راني سبقت وقلتها لكم، قلتها في تندوف، قلتها في خنشلة، قلتها في جانت، ونزيد نقولها هنا. السنة هذه نبدأ معاكم، مع كل من يهمهم الأمر، وبالأخص تحت إشراف مجلس الأمة، نبدأ في إعادة التقسيم الإداري على الوطن. عندنا ولايات بحجم دولة أوروبية وما عندهاش المداخل، وعندنا ولايات صغيرة يعني عندها مداخل قوية، توزيع غير عادل وتقسيم غير عادل. إذا نعاون نقسم البلاد باش نخلق أكبر عدد ممكن من الولايات بصفة مدروسة، مش بصفة ديماغوجية لإرضاء فلان ولا فلتان ولا إرضاء، على حساب أنا مدبية تسيير الحسن يخلي الوالي يخدم مع 10 بلديات مش أكثر. ولاية نتاع 61 بلدية هذه ما منهاش الوالي يخدم مباشرة مع رؤساء البلديات ويشوفوا شأن المواطنين والمواطنات في هذه البلديات. إذن